مدينة تارودانت واحدة من أقدم مدن المغرب. المؤرخين كيرجعوا تاريخ تأسيسها للقرن الثالث أو الرابع قبل الميلاد. تارودانت كانت دائما عاصمة إدارية لجنوب المغرب، وكذلك عاصمة اقتصادية خلال القرن 16 في عهد السعديين. هذه الخصائص جعلت المدينة تحتل موقع استراتيجي، شيء اللي استوجب تحصينها، وهكذا تحاطت المدينة بأسوار مانية كيوصل طولها لست كيلومترات، وكتخترقها خمسة ديال الأبواب العتيقة، وهي باب السلسلة أو الباب السلطاني، ثم باب تارغوند، وباب الزرقان، وباب بونونة، وباب الخميس. هاد الأبواب كتميز بالهندسة ديالها، وكتأدي لمجموعة من الساحات الكبرى، الشيء اللي خلاها تلعب أدوار رئيسية متعددة. الدور العسكري الدفاعي وهو ما يجعل المدينة منيعة على كل اختراق، فهذه الهندسة تجعل من الصعب اقتحام المدينة، وهو ما أعطاها سمعة في كتب التاريخ بأنها مدينة لا تخترق ولا تقتحم. الدور الثاني وهو الدور الجبائي، فالمدينة كانت عاصمة تستقبل قوافل التجارة الآتية من بلاد السودان، وبالتالي الساحات داخل الأبواب كانت تمكن من عزل دواب بكل تاجر على حدة لاستخلاص واجبات الدولة منه قبل أن يدخل إلى المدينة. الدور الثالث وهو الدور الأمني، فتعدد التواءات يجعل الحراس يراقبون الداخلين والخارجين إلى المدينة طيلة اليوم. فيما بعد تم فتح أبواب أخرى لتسهيل حركة المرور، ومن بينها باب الحجر، وباب السدرة، وباب البلاليع. وكتبقى أبواب تارودانت القديمة شاهدة على تاريخ المدينة العتيقة وإرث كيستوجب الحفاظ عليه من الاندثار. خا صلاه عليا مع راسك بدا طيف والله بك الله جيب في كل سباق كانوا المشاركين كيبحثوا على وسيله نقل معينه باش يوصلوا لمكان المؤشر. في البرايم السادس كان عليهم يمشيوا بالدراجات الهوائيه، شيء اللي ما كانش سهل عند الفرق باربعه. كل مسافة وكذلك كثرة المنحدرات والمرتفعات زادوا من صعوبة هذه المهمة. كل فريق كانت عنده بيسيكلات وحدة، وخاصهم يلقاو الطريقة اللي تمكنهم يركبوا بجوج. ما قدرتيش؟ أنا ماشي ما قدرتش، واه بس كتركبي كطيحيني. الله ما تبعد التيكال، عطيني التيكال نزلنا في الصخرة. هذا السباق كان كيتطلب من المشاركين الصبر وضبط الأعصاب، الشيء اللي ما كانش ممكن خصوصا لما خسرت البيسيكلات. ورغم هذه الصعوبات فالمشاركين ما عندهم أي خيار سوى يتغلبوا عليها. خسرت السلسلة؟ خسرت طلع فوق هذاك. ها؟ أجي شدي لي نشوف. مبغاش مبغاتش تصور. يا لي العداء الكيني ما بين حركات على رجله. زين 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 يلا نوضي نوضي